بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أغسل الميت وأنا بدون وضوء؟ وما هو الدعاء الذي يقال عند تغسيل الميت؟ تغسل الميت ولو ما انتبع على وضوء، ما هو مشروط الوضوء. تغسل الميت ولو ما انتبع على وضوء لا بأس، وليس هناك دعاء يقال عند تغسيل الميت، إلا إنه أول ما يبدأ للتغسيل ينوي، لأن الغسل عبادة يحتاج إلى نية، فينوي ثم يسمي، يقول بسم الله في أوله، هذا الذي ورد. وإذا دعا للميت، إذا دعا للميت فلا بأس. طيب، دعا للميت: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم